تحتضن الرياض قمه أن تجمع بين الدول العربيه والصين بهدف دفع مسيره التعاون بين الجانبين الى افاق ارحب تكتسب القمه العربيه الصينيه اهميه كبيره في ظل الظرف الدقيق الذي تشهده الساحه العالميه أهمية كبرى تحملها زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة العربية السعودية والتي وصفتها بكين بأنها أكبر وأهم نشاط دبلوماسي بين الصين والعالم العربي منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية وأنه سيصبح حدثا تاريخيا في تاريخ تطور العلاقات بين الصين والدول العربية. وبخلاف عقد قمه سعوديه صينيه وقمه الرياض الخليجيه الصينيه للتعاون والتنميه وقمه الرياض العربيه الصينيه للتعاون والتنميه إلا أن الزيارة الخاصة بالرئيس الصيني تدشن لمرحلة جديدة من العلاقات بعد إطلاق المرحلة الأولى مع إنشاء منتدى التعاون الصيني العربي في عام 2004 وإعلان مبادرة الحزام والطريق في عام 2013، حيث ترسم تلك القمم خارطة طريق قادمة للتعاون في مجالات سياسية واقتصادية وتقنية وعلمية. ويتصدر جدول أعمال القمم الثلاث الاهتمام بتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والكفاية الذاتية لضمان مواجهة تكرار الأزمات بشكل أفضل، فضلاً عن تعزيز التعاون في التحول إلى الطاقة الخضراء والاقتصاد الأخضر. وكالعادة يكون حجم العلاقات الاقتصادية هو ترجمة للعلاقات السياسية بين الدول. فإنه من المتوقع أن تشهد القمم دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، حيث ترسم القمم خطة العمل المشتركة للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي والصين ما بين عامي 2022 و2025، فضلاً عن أكثر من 20 اتفاقية أولية بقيمة تتجاوز 29 مليار دولار، وتوقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين السعودية والصين وخطة الموائمة ما بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق مع إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين وكعادتها في الآونة الأخيرة تسيطر الأزمة الأوكرانية على معظم الاجتماعات والمحافل الدولية تسعى القمة العربية الصينية إلى إطلاق موقف موحد من الأزمة في أوكرانيا يهدف في المقام الأول إلى دعم التسوية السلمية